وسائل تكنولوجيا حديثة كتساعدنا يعني في متابعة اللاعبين كذلك خارج الوطن. وكانت هناك زيارة اللاعبين مؤخرا المحترفين وزيارة اللاعبين خارج الوطن التي كان الهدف منها إطلاع الهدف منها توسيع دائرة الحوار مع كل اللاعبين وفتح قنوات التواصل المباشرة معهم وإطلاع من البرنامج الذي ينتظرهم وطريقة العمل المسطرة للوصول إلى الأهداف المنشودة ألا وهي تكوين فريق تنافسي ومجموعة منسجمة. أظن هذه الزيارة بصفة عامة كانت مثمرة ولمسنا الروح الوطنية لشو اللاعبين وروح انتماء الفريق الوطني والدفاع عن القميص الوطني. فمن الأشياء الإيجابية هو التفاعل والتفاؤل الذي لاحظناه عند كل لاعبين على طريقة العمل التي ناجناها وعلى المعايير التي وضعناها لاختيار اللاعبين، خاصة أسلوب العمل أسلوب اللعب واللي كيعتمد على أسلوب جمال واللي نحن نؤمن به ولا نتشبث به. فأظن بأنه الكل يطرح تساؤل مع نفسه شنو الهدف المشترك ديالنا. فالهدف هناك أهداف لكن الهدف الأدنى وهو مرور الضوء التالي، علما بأنه تقييمنا وتشخيصنا الدورات السابقة من 2006 2008 2012 أظن بأنه عمرنا بالضبطين. فأظن بأنه من المعقول بأن نكون هدفنا ونكون واقعيين ونحاول علما بأنه شايزتي مع الأكل أقوله دائما. أظن بأن الفريق يكبر مع الدورة، غير دليل آخر دورة منتخب ديال زامبيا، ولكن حسب الإشاعات اللي دائما تنفرج حسب اللوائح اللي كتخرج في الأحيان والتسميات نعم هي أننا كنتسناو الوقت غادي نقدموا واحد العرض واللي أظن كذلك غادي يرجع للإعادة ونحاول نقدموه عن طريق عرض اللي غادي يكون ماشي مفصل فقط ولكن فيه غادي نقولوا يعني خطوط عريضة ديال البرنامج ديالنا. فأظن بأنه أنا أتحمل المسؤولية بكل صدق بكل إخلاص لأن المسؤول الوحيد باستشارة مع المساعدين اختيارات اللاعبين وحتى التشكيل التي سوف تلعب أنغولا والتي لعبت سابقا أو ضد كفر أو ضد لا أنا هو المسؤول الوحيد. أكيد بأنه معية استشارة مساعدة كل طاقم كبير. فأظن بأن هناك نقطة جد مهمة كذلك لكي تربطني في علاقة مع الجميع كما تعرفون بأنه باش يكفانا من الإشاعات اللي كتكون لا يوجد أي تدخل الواقع في علاقتي سواء مع اللاعبين سواء مع الطاقم. أظن بأنها تربطني مع الجميع عقدة وتربطنا كل الجميع عقدة مع الطاقم نحترمها ونطلب لهم كل الإمكانيات وكل الوسائل حتى ممكن ننجحوا العمل ديالنا وننجحوا البرامج ديالنا كلها. على عكس من هذا كنلقاو دائما مؤازرة مواكبة. أظن بأنه هذا كل شيء كيمشي في مصلحة الوطن في مصلحة الفريق الوطني. فأظن بأنه حان الوقت يمكن باش نوقفوا طاقتنا كلها في الفريق الوطني خصوصا في كأس إفريقيا ونركز أكثر على 24 لاعب اللي غادي يكونوا معنا. فأظن بأنه هناك نقطة عقيرة ونقطة كتكون شيء كثير حتى ممكن أن المستقبل إن شاء الله وهذه جرى الحدث والحمد لله هناك تواصل كبير بيننا وهناك احترام وهناك تقدير ولكن خصنا نعاود نزيدوا شيء أمام الاحترافية في التعامل خصوصا من ناحية ديال التواصل. فأثناء تواجدنا في جنوب إفريقيا في البرنامج المفصل سوف نهيئه وسوف تتوصلون به من طرف الملحق الإعلامي وغادي تعير في الملحق الإعلامي وغادي تكون دائما بصفنا حتى ممكن أي حاجة بغيتوها حنا مرحبا. أولا كنشكروا كل الزملاء الصحفيين تواجدوا معنا وغادي نشكروا أكثر الزملاء الصحفيين اللي غيكونوا معنا في جنوب إفريقيا حتى نسهل المهمة ديالهم وأكيد بأنه الخبر غيكون عندهم شيء جد مهم فحنا غنسهلوا المهمة ديالهم غير خص تكون هناك جانب ديال الاحترام وجانب ديال الاحترافية في التعامل. فغادي نطلعوكم على كل الحصص التدريبية أكيد في البرنامج اللي غادي نعملوه دابا غادي يبان لكم حتى فين غادي يكونوا والملاعب اللي غنلعبوا فيها والتدريب كيفاش غتكونوا. مرحبا بكم غير كل واحد يحترم الوقت فوقاش غيكون الحصص اللي مسموح باش يمكن تحضروا فيها والحصص اللي غير مسموح باش تحضروا فيها وحنا كرا
الرأي والمسؤولية ديالكم، ولكن كنقدروا في نفس الوقت كنشكركم لأنه الربح ما غيكونش غير لينا حنا، الربح لينا جميعا. دليل بأنه الحمد لله كل شيء عنده حماس وعنده تفاؤل إن شاء الله باش الفريق الوطني هذه السنة يكون يعني في أحسن حالته ويشرف كل المغاربة. أظن بأن المغاربة كلهم غادي يكونوا هذا، فهذه مسألة تواصلية. أظن بأنه سوف أختم بكلمة قالها صاحب جلالة آخر يعني افتتاح البرلمان: إن يعلم الله في قلوبكم خير فيكم خير، والله ولي التوفيق.